رقم مفاجأة برضه لوليد سليمان. وليد سليمان لما نزل، رغم ان وليد سليمان نزل في الدقيقة 83 من نجوم المباراة، وليد سليمان تاني اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى، لعب 7 دقائق بس، حط واحدة بدماغه جنب العارضة وشوط بره راح 3 محاولات على المرمى في 7 دقائق لعبهم، صنع هدف، تاني اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى وليد سليمان. اذا وليد سليمان يتحط بداية عودة بصراحة، شخصية برضه لاعب عظيم من يعني في روح الجيل الذهبي كده. وليد سليمان برضه عودته مكسب كبير جدا، وهتصنع الفارق في الفترة الجاية. احنا بنفرح بالفوز طبعا، الفرحة مهمة طبعاً جدا، ولكن بنبني للماتشات الجاية، مش مزبوط. عايزين بقى، عايزين نكسب كمان المباريات الجاية، فاحنا بنطلع المكاسب من المباراة دي. لعيب زي وليد سليمان يلعب لك ينزل لك 7 دقائق، وعلى فكرة ده برضه مهم قوي الأجيري مع المنتخب مصر. انت عندك مين بديل محمد صلاح في منتخب مصر؟ مفيش. لما تاخد لعيب زي وليد سليمان ينزل لك في كاس الامم الافريقيه، حتى لو هتنزله ربع ساعه او نص ساعه، ينزل يكسبك، يروح محاولات كتير على الجون، يجيب لك ضربه ثابته، يجيب لك ضربه ركنيه، يجيب لك هدف، يجيب لك فاول في حته خطر. فاعتقد ان وليد سليمان برضو من اللعيبه اللي لازم الفتره الجايه ان شاء الله لما ياخد ويواصل على كده لازم برضو يروح منتخب مصر، واعتقد ان هو انسب بديل حاليا لمحمد صلاح في الدوري المصري يعني. تقريبا